بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نتابع بحول الله وقوته هذه المحاضرات المنيرة التي تتناول فقه السيرة النبوية. وكنا قد وقفنا في المحاضرة السابقة عند تناول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشكلات التي قابلته في المدينة، وبينا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تناول هذه المشكلات بذكاء شديد، وكان صلى الله عليه وسلم قد واجهها بإرادة منزهة عن أي خطأ وبإخلاص مطلق، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يضع الحلول المؤقتة أو ما كان يتناول مشكلة في جانب دون آخر، بل كان يتناول مشكلات التي تتعلق بكل الجوانب المختلفة، وفي نفس الوقت كان يضع لها الحلول المستقبلية الدائمة التي تضمن للأمة الطمأنينة والخير والرزق. وكنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن المقومات الأساسية في عملية الاقتصاد هي الزراعة والتجارة والصناعة، وهو ما نبه عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووجه الأمة نحوها حتى تضمن حياة هادئة طيبة مستقرة للأمة، وفي نفس الوقت يكون هناك مساران: المسار الأول وهو عدم إهدار الأموال، والمسار الثاني ألا تضيق الأرزاق. هذا ما كان يفكر فيه سيدنا رسول الله. لأجل ذلك وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحلول لهذه المشكلة الاقتصادية، ومنها الترشيد في الإنفاق وعدم الترف في المال والنهي عن إهداره: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وبينا أن ثروة الفرد وإن كانت خاصة به إلا أنها تعد في حقيقتها جزءا من ثروة المجتمع، فإذا بددها وأضاعها أضر بالمجتمع وأضر بالبلد كله. من الحلول الاعتماد على الذات، وقلنا هنا المقصود بها يعني استثمار الطاقات والقدرات والإمكانات والمواهب الممنوحة لك من الله سبحانه وتعالى في السعي والعمل وطلب الأرزاق. كذلك قلنا من الحلول القدرة على الابتكارات والاختراعات، وهذا لا يتأتى إلا إذا أحسن الإنسان وأتقن في عمله مع التمايز في الصنعة. من الحلول التي وضعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن البطالة والتأكيد على توجيه الطاقات نحو العمل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على العمل والسعي وطلب الرزق بعزة وشرف، ولأجل ذلك نبه فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يبقى المعنى هنا الرجل يذهب إلى الغابة فيقطع الحطب ويجمعه ويحمله على ظهره ثم يأتي السوق فيبيعه، هذا أشرف وأكرم لهذا الإنسان من أن يمد يده لغيره سواء أعطاه أو منعه، لأنه إن منعه فقد أهانه وإن أعطاه فقد من عليه. يبقى الأصل هنا إيه بقى؟ ما الذي يريد أن يدعو إليه رسول الله حين ينهي عن البطالة؟ يدعو إلى أن نتعلم المهن والصناعات والحرف الشريفة المختلفة التي تضمن لنا عدم الإهانة وعدم من الغير علينا. طيب، من الحلول أيضا النهي عن التسول، وهو يقابل التأكيد على عدم البطالة. التعليمات النبوية المشرفة تدعو كل إنسان منا أن يكون عزيز النفس وأن يحقق كرامتها ويعفها عن السؤال، أي نفسه، ويكون ذلك بالعمل بجلب الأرزاق. ولذلك من الأحاديث الشريفة التي جاءت على لسان سيدنا رسول الله تنهى عن هذا التسول، وتنهى عن أن يذل الإنسان نفسه أو أن يهين كرامته، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. شوف الإمام النووي رحمه الله بيشرح الحديث يقول لك إيه معناه: يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه. وهذا طبعا في من سأل لغير ضرورة، هذا سؤال منهي عنه أكثر من. طيب، يبقى نركز كده في الحلول اللي وضعها النبي عشان يوجه الطاقات للعمل، للسعي، لطلب الرزق، لتعلم المهن، الصناعات، الحرف، كل هذا حتى يقضي على المشكلة الاقتصادية. طيب،
يبقى النهي عن البطالة، الابتكار، الاعتماد على الذات، النهي عن إهدار المال فيما لا ينفع أو فيما يضر، النهي عن التسول، رفض الإسلام للبطالة المقنعة. البطالة ده اللي مش لاقي شغل بس النبي بيوجهه ان يتعلم مهنة وصنعة وحرفة. طب بطالة مقنعة ده بقى موظف، إنسان كده موظف يعني لا 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 ينجز أعماله، أو هو ممن يعطل الأعمال، أو لا يعمل وياخد راتب على وظيفته دون أن يعني يحقق العمل المطلوب منه. هنا نقول لي خلي بالك حضرتك بقى، كل عامل في عمله، كل موظف في مؤسسته، أي موظف أي عامل لابد وأن يدرك أنه أداة من الأدوات الرئيسة للتقدم الاقتصادي لبلده ولوطنه ولأمته ولمجتمعه. ولذلك نحن نقول له حاول دائما أن تسارع بإنجاز الأعمال وألا تكون أداة لتعطيل الأعمال. طيب ليه؟ ركز معي دلوقتي. البطالة المقنعة موظف في مكان ما لا يقوم بأداء عمله، موظف في مكان ما يعطل الأعمال، موظف في مكان ما يصيب دولته وأمته بالكساد الاقتصادي. خلي بالك لو حضرتك دلوقتي يعني أنجزت الأعمال وسرعت هذه الأعمال هيبقى في منتج، المنتج ده هيكفي حاجة المستهلك، وربما يكون هناك فائض. طب الفائض بنعمل فيه ايه؟ بنعمل له عملية تصدير. طب التصدير يعود علينا بايه؟ يعود علينا بالنفع، لانه يعود علينا بالعملة الصعبة. طب العملة الصعبة فائدتها ايه؟ دي تؤدي الى التقدم الاقتصادي. يبقى شوف خلي بال حضرتك اللي قاعد على مكتب او اي موظف في اي مكان ما او في اي مؤسسة ما او اي عامل في اي مكان ما، اوعى تكون من اصحاب البطالة المقنعة، اوعى تكون من اصحاب البطالة المقنعة، اوعى تعطل الاعمال. امال اعمل ايه؟ سارع بتعجيل هذه الاعمال، انجز هذه الاعمال. طيب ليه؟ انجاز الاعمال يؤدي الى انتاج، الانتاج يؤدي اما الى ان نكفي حاجة المستهلكين واما ان يكون هناك فائض. فان كان هناك فائض صدرناه يعود هذا التصدير علينا بعملة صعبة، العملة الصعبة تدفع الدولة اقتصاديا. يبقى شفت حضرتك انت عامل من العوامل الرئيسة للتقدم الايه؟ الاقتصاد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البطالة المقنعة، واكد على ان يكون كل انسان منا يعمل عمله الذي وكل اليه بشيء من الاتقان وعدم تعطيل الاعمال، كما انه يأخذ راتبا. اذا يأخذ راتب على شيء لا يعمله فعلينا ان ننتبه الى ذلك. طيب ايه كمان من الامور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم يحث بها على العمل وتعلم الصناعات والمهن والحرف حتى يقضي على المشكلة الاقتصادية؟ تكريم العمل والعمال، ويتجلى ذلك في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، والتي منها: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. خلي بال حضرتك بقى، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إيه؟ أن يتقنه. أهو ده شيء بقى من يعني الدعوة إلى تمايز الصناعات، إلى الضبط، إلى الجودة، إلى الإتقان، إلى الإتمام، إلى الإحكام، إلى الابتكار، إلى الإبداع، إلى التميز. تخيل كل المعاني دي يعني تأتي تحت هذا النص النبوي المشرف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يبقى الإتقان يعني إيه؟ بيشبه إيه دلوقتي في عصرنا؟ الضبط، الجودة، الإتمام، الإحكام، التمايز، الإبداع، الابتكار. كل المعاني دي تأتي تحت معنى أو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى من تكريم العمل والعمال، أن لكل من سعى وعمر الأرض له ثواب وفير، فله بكل من أكل من أرض زرعها كمثال، له بكل من أكل من أرض زرعها صدقة، ومعلوم ثواب الصدقة وما فيها من مداواة الأمراض وجعل صاحبها واحدا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وغير ذلك كثير. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا، أيوة حضرتك حافظ الحديث، أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يبقى ده تكريم لصاحب هذه المهنة، لصاحب هذه الصنعة، لصاحب هذه الحرفة. أهو ولفضل هذا العمل وأثره الباقي حتى بعد الممات، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أهو يبقى 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 الثواب ماله؟ ها؟ يبقى ربما حضرتك يعني تصنع طريقا للناس، كل من يمر على هذا الطريق لك ثوابه، حتى وإن مت خلاص لك ثواب. ربما يعني تحفر نهرا أو بحرا، فكل من يشرب منه أو يستخدم ماء هذا البحر أنت لك ثوابه. ربما تزرع زرعا، كل ما يأكل منه أنت لك ثوابه، حتى ولو لم تكن حيا في ذلك الوقت فالثواب مستمر. يبقى من الأمور التي كان يعالج بها النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة الاقتصادية أيضا هذه الأحاديث وجملة الأحاديث التي وردت فيها تكريم للعمل والعمال. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه التوجيهات كلها يدعو الأمة إلى التنمية، إلى التقدم، إلى النمو، إلى العمران، إلى صناعة الحضارة، إلى بناء كيان اقتصادي له تواجد ويواجه به كل المصاعب ويلبي به حاجيات المستهلكين والأفراد. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. استخراج هذه المعايش التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى مجتمع يعمل بكل طاقاته بحيث يعود النفع على المجتمع كله، وهذا هو معنى التنمية الاقتصادية التي من خلالها نعلم أجيالنا مهنا وصناعات وحرفا متنوعة ليكونوا أدوات حقيقية للتنمية الاقتصادية، ولن يأتي أو لن يتأتى ذلك إلا بالعمل وبزيادة الإنتاج لنكون في مصاف في الدول المتقدمة، وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس الأمة عليه في سائر توجيهاته التي تتعلق بالبناء الاقتصادي. يبقى دي مجموعة من الضوابط أو من الأمور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كحلول للمشكلة الاقتصادية. كذلك نبه النبي على قيمة العمل والإنتاج، وهي قيمة من خلالها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع أجيالا يحملون رايات التقدم في كل المجالات في كل اتجاه حتى تتمايز الصناعات والمهن والحرف فتتقدم الأمة. ومن ثم وجدنا مجموعة عظيمة من التنبيهات والتوجيهات والتعليمات النبوية المشرفة التي تدعو كل إنسان أن يكون عضوا فاعلا في مجتمعه وفي أمته، أن يكون منتجا، أن يكون أداة من أدوات صناعة الجمال، أن يكون مشاركا في إعمار الأرض في تنميتها بالزراعة بالتجارة بالصناعة بناء المصانع إقامة الشركات المنتجة التي تلبي حاجيات الناس وضرورياتهم. دعت النصوص النبوية المشرفة بألا يكون الإنسان أداة من أدوات صناعة القبح، بمعنى أن يكون كسولا أو أن يكون راكدا أو أن يكون متسولا لغير حاجة. نبه القرآن على أهمية العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تبرز لنا الأحاديث الشريفة المنيرة هذا الأمر جيدا، تبرز لنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على العمل وتوجيههم إليه. أنتم تذكرون معي لما قدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مهاجرا وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع، تذكرون هذا الموقف الذي لا تجدونه إلا هنا عندنا في السيرة النبوية المشرفة وفي حياة صحابة النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم. شوف المؤاخاة هذه العجيبة، آخى النبي بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا سعد بن الربيع، قال له سعد لي مال فنصفه لك. آدي واحد من الأنصار وآدي واحد من المهاجرين، سعد من الأنصار يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين لي مال فنصفه لك ولي امرأتان فانظر أحبهما إليك حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول لسيدنا سعد إيه؟ بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. لاحظوا هنا، شوف بقى يعني الترجمة التطبيقية العملية لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على العمل وعلى المهن والصناعات والحرف وعلى الاقتصاد. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، أنا عايز السوق. فما رجع يومئذ حتى رجع بشيء قد أصابه من السوق، فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، ثم أتاه وعليه وضر صفرة، قال له صلى الله عليه وسلم مهيم،
يعني سيدنا النبي بيقول لسيدنا ايه عبد الرحمن بن عوف، خلاص هو راح السوق ولم يرجع من السوق الا كمان بايه، خلاص بدا كده يعمل والطاقات اشتغلت والعمل وغير ذلك. فقال تزوجت امراه من الانصار. قال له النبي ما سقت اليها؟ قال سيدنا عبد الرحمن نواة من ذهب، او قال وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه. طبعا اقراوا جيدا في المصطلحات الواردة في هذا النص المشرف بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا سعد بن الربيع وبين كلام النبي وكلام سيدنا عبد الرحمن. هنا سيدنا عبد الرحمن يترجم لنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم له وللصحابة على التدافع وعلى العمل وعلى السعي وأن نكون منتجين نافعين لمجتمعنا، فيذهب إلى السوق ويبدأ في التجارة وطلب الأرزاق. من الأمور التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لحل المشكلة الاقتصادية فقه المراقبة الداخلية وقيمة الإتقان. إحنا عارفين إن بناء الأمم يرتبط ارتباطا وثيقا بالبناء الأخلاقي، وانهيار الأمم على العكس يرتبط ارتباطا وثيقا بالانهيار الأخلاقي. يعني كلما وجدت أمانة كلما ارتقت هذه الأمة، كلما وجدت إتقانا كلما ارتقت هذه الأمة، كلما وجدت تعاونا كلما ارتقت هذه الأمة. طيب لو في تعاند مش هيبقى في إيه؟ ها؟ لو في غش وتدليس وخيانة مش هيبقى في ارتقاء. طيب لو في كسل وخمول وتبرير مش هيبقى في تقدم وارتقاء وصناعة حمران. يبقى البناء الأخلاقي هو دوت الأساس الأصيل والرئيس في بناء الأمة. إذا كان هذا البناء إيجابيا خلاص نجد العمران، إذا كان عكس ذلك يبقى في تدبير، في تدبير، في تدبير وفي تبرير، في ألفة وفي فرقة، في تعاون وفي تعاند، في ثقافة اختلاف وفي ثقافة يعني اختلاف تنوع، وفي اختلاف تضاد، في تدافع، في صراع. فشوف بقى البناء الأخلاقي دائما يرتبط ببناء الأمة. كلما وجدت إتقانا وتعاونا وتكاملا وتوازنا وغير ذلك كلما كان التقدم والرقي وصناعة العمران والحضارة إلى غير ذلك من الأمور. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لهذه الأمة الارتقاء والتحضر، فقد وجهها بالنظر إلى ما يفعل ويسخر له وأن نتعامل معه حتى ينفعل لنا. يبقى خلي بال حضرتك من هذه الأمور التي رسخها فينا سيدنا رسول الله أن يتقن الإنسان عمله. وإحنا قلنا من شوية كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقلنا إيه الألفاظ اللي تشبه هذا هذه القيمة في حياتنا اليوم أو في عصرنا اليوم؟ الضبط، الجودة. يقول لك إيه حصلوا على الجودة، صح ولا الجودة يعني إتقان، الضبط إتقان، إتمام الشيء وإحكامه إتقان، الابتكار إتقان، الإبداع إتقان، التميز إتقان. كل ده جاي منين؟ جاي من الإتقان. طيب أقول لحضرتك على حاجة، اسمع كده معايا كلام ربنا سبحانه وتعالى. صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب انت خدت بالك دلوقتي ايه اللفظة المكررة في كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهو صنع الله الذي اتقن كل شيء، الذي احسن كل شيء خلق، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فتلاقي كل شيء مكرر ليه؟ هنا في لفتة دقيق ولفتة عظيمة جدا. ايه اللفتة بقى؟ ان الله سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا الى الكمال في الاتقان الذي يتحقق بالأمانة في العمل، لا غش، لا خداع، لا تزييف، لا حيلة. يعني إيه؟ يعني همة الإنسان الشريفة تأبى أن تدخل على عمل وتقوم بأدائه أداء رتيبا أو أداء عاديا، لا، بل إن همة الإنسان الشريفة إذا دخلت على عمل فإنما تقوم بأدائه أداء متقنا رصينا. هو ده المقصود من صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحسن كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. يبقى همة الإنسان الشريفة لابد وأن تتمثل الأخلاق المحمودة في العمل حتى نجد إنتاجا قويا يدفع عجلة الاقتصاد ويترتب عليه دخل قومي يكفينا إن شاء الله عز وجل. ده يجي منين؟ من قيمة الإتقان. يبقى احنا في حاجة إلى تفعيل
التربية الأسرية والمدرسية والاجتماعية والتعليمية التي تجعل خلق الإتقان في حياتنا مهارة داخلية، التي تجعل خلق الإتقان يعبر عن قوة الشخصية التي تكسب الإنسان الاتزان والثقة والاطمئنان والتفرد، إلى جانب اكتساب المهارة المادية والحرقية. طيب، يبقى طريق الارتقاء يا جماعة الخير لا يتحقق إلا بقيمة الإيه؟ إلا بقيمة الإتقان. يبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحضر تلك القيم متضامنة، الإتقان والمراقبة الداخلية، لأنها سبيل الرئيس لدفع عجلة الاقتصاد في أي دولة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد من الأمة الوعي التام بإيه؟ بأن الإتقان يحول الأمور من الكسر والخمول إلى البذل والعطاء، يحول من أن تكون راكدا إلى أن تكون رائدا، يجعل الصناعات تتمايز ولا يوجد مجال للشكوى. يعني إيه تتمايز؟ طيب، لماذا مثلا نجد إنسانا يجأر بشكوى من صنعة ما؟ لأن ليس فيها إتقان. فإذا أنا أتقنت في صنعتي لك، وأنت أتقنت في صنعتي لي، وصاحب هذه المهنة أتقن في صنعته لنا، وصاحب هذه الحرفة أتقن في صنعته لنا، وصاحب هذه المهنة أتقن في صنعته لنا، إذا أتقن كل صاحب مهنة أو حرفة أو صنعة في صنعته، ماذا يكون؟ يكون التمايز الصناعات. فإذا كان هناك تمايز للصناعات كان التقدم والارتقاء والتقدم ودفع عجلة الاقتصاد. يبقى هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخه فينا، فالإتقان ينقل الأمر من إفساد يرفضه الكون إلى صلاح يحبه الكون. الإتقان يجعل حركة الناس لبعضهم البعض متساندة وليست متعاندة، فاستفاد الكل من الكل وعاد ذلك بالنفع على الكل. يبقى إذن الإتقان هو الذي يصل بنا إلى نموذج مثالي لإنسان منظم متقن يستطيع الإدارة والتخطيط والانفعال بما حوله، كما أنه سبيل النهوض والارتقاء والحضارات. طيب، إحنا مع إيه؟ ها، المشكلة الاقتصادية والضوابط التي وضعها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة كبيرة. تأسيس سوق للمسلمين. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رأى رسول الله اليهود هم المسيطرون على الحياة التجارية فيها، فأصدر أمره صلى الله عليه وسلم بتأسيس سوق للمسلمين. ليه؟ حتى يتعاطى المسلمون فيه هذا السوق بعمليات البيع والشراء، ومن أجل أن يدخل المسلمون إلى عالم التجارة ويزدادوا أيضا قدرة وقوة ويؤسسوا محالهم التجارية الخاص. طيب، يبقى هنا اللي كان مسيطر اليهود، لا، احنا عايزين نعمل سوق للمسلمين. فأصدر أمره صلى الله عليه وسلم بتأسيس سوق للمسلمين يتعاطى فيه المسلمون البيع والإيه والشراء. بس عشان نعمل الموضوع ده وضع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الضوابط والقيم الأخلاقية التي ينبغي على التجار أن يترسموها في تجارتهم من حيث البيع والشراء. طيب، وأساس كل الضوابط والقيم التي وضعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العدل وترك الظلم. ولذلك جاءت هذه الضوابط يعني لحماية المستهلك من ناحية، وللحفاظ على الأمن الغذائي من ناحية أخرى. يبقى السوق الاقتصادي العظيم الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في المدينة جاء بمجموعة من الضوابط والقيم الأخلاقية القائمة على العدل وعدم الظلم، وجاءت لشيئين رئيسين: حماية المستهلك اللي هو حضرتك، والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يتعلق بالمجتمع وبالأمة وبالدولة. نمسك أول حاجة، حماية المستهلك. طيب، حماية المستهلك تأتي هذه الحماية على مسارين. المسار الأول يتعلق بالمستهلك نفسه، والمسار الثاني يتعلق بالمنتج الذي يأتي به المستهلك. طيب، تعال على المستهلك. إزاي هنحقق حماية المستهلك من خلال المستهلك نفسه؟ أول حاجة بنقول له خلي عندك ثقافة اسمها ثقافة الترشيد وعدم الإسراف، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن ثقافة الهدوء والاعتدال والتوازن إلى غير ذلك. يبقى أول حاجة عشان نحمي المستهلك نحميه من نفسه الأول. يعني إيه؟ يعني نقول له عايزينك تتحلى بقيمة اسمها قيمة الترشيد. ترشيد في إيه؟ في حاجياتك، في مطلوباتك، يعني
أن تأتي بما يكفل ويضمن لك حياة مستقرة وهادئة دون إسراف، أو ما هو فوق الحاجة بما لا إيه؟ يعني لا تحتاجه، أو بما لا تستفد منه بعد ذلك. ومن هنا وجدنا النص القرآني المشرف يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الإيه؟ المسرفين. وجاءت النصوص النبوية المشرفة تؤكد على قيمة الترشيد وعدم الإسراف. طيب، يبقى احنا بنقول حماية، خلي بالك اهو، خلي بالك احنا ماشيين كده ايه بنظام معين. احنا ماشيين بنتكلم عن سوق المسلمين، وبعد تأسيس سوق المسلمين كان النبي عايز يحافظ على المستهلك، حماية المستهلك، وايه كمان، وعلى الامن الغذائي. طب حماية المستهلك هنحافظ عليه ازاي؟ بطريقتين او بمسارين. نحافظ على المستهلك نفسه، نحافظ عليه، نقول له ايه، عايزينك تتحلى بقيمة اسمها الترشيد وعدم الاسراف، كمان عايزين يبقى في حاجة اسمها زيادة انتاج. زيادة انتاج، انا بحمي المستهلك بان يبقى في زيادة انتاج. ليه؟ لاني اذا لم يجد المستهلك ما يكفي به حاجياته يبقى هنا مع فقر المنتج سوف يكون هناك استيراد. طب الاستيراد يعني ايه؟ هيعود عليه دفع مبالغ باهظة للحصول على هذه الحاجيات. لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى العمل وإلى الكسب وإلى زيادة الموارد لتكفي حاجيات المستهلك. يبقى دي أول نقطة، حماية المستهلك عن طريق عايزين حضرتك تتحقق بثقافة الترشيد وعدم الإسراف، وكمان بنقول للمنتجين إحنا عايزين إنتاج يكفي حاجة هذا المستهلك، وإلا إذا فقد المنتج يبقى هنضطر ندفع مبالغ باهظة. فكانت الدعوة مستمرة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحو العمل ووفرة الإنتاج. طيب المسار الثاني، إحنا قلنا في مسارين لحماية المستهلك، المسار الثاني يتعلق بالمنتج نفسه. إحنا عايزين بقى المنتج يعني يتسم بالجودة ويتسم بالإنتاج، وهذا يتطلب الإتقان حتى لا تكون هناك أي شكوى من المستهلك كما ذكرنا سابقا. طيب إيه كمان عايزين؟ الإنجاز، إنجاز الأعمال لكفاية حاجة المستهلكين، للقضاء على البطالة المقنعة كما ذكرنا التي تعطل الأعمال. إيه كمان بقى؟ وخلي بالك من دي، الصدق، الأمانة، عدم الغش في عرض البيع أو بيع المنتج لإيه؟ للمستهلك. ولأجل ذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع بنفسه حركة السوق. إحنا حافظين كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي روى لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال لنا إيه؟ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا كلام النبي. يبقى نهى سيدنا رسول الله عن كتم العيب. يبقى ما يجيش المستهلك بيشتري من عند حضرتك منتج وانت يعني مغطي، يعني تبرز المنتج الرصين وتكتم المنتج الذي به عيب. لا، هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه غش. ومن هنا قيل لعبد الرحمن بن عوف: ما سبب كثرة مالك؟ قال: ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا. وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ومعنى هذا أنه ينال أشرف وأسمى رفقة لأنها في رحاب النبيين والصديقين والشهداء. تخيل، يبقى حضرتك في السوق وبتعمل بالتجارة، حركة بيع وشراء، لكن بتتميز بالصدق، بالأمانة، بعدم الغش، بعدم الزيف، بعدم الخداع، بعدم الحيلة. ده انت مع مين؟ اهو التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. نكتفي بهذا القدر ونكمل فيما يأتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.